تعال نعمل بأصابع بأصابع الشوكولاه. اتفقنا مع بعض ان اساسي عندي في السموسي بتاعي عشان اعمل ميلك شيك سموسي كريمي لازم احط تلج، بحط تلج مجروش والخلاط يكون بيكسر تلج يا حسني. خطواتك كده كلها قدامك، وعندي اصابع الشوكولاته اللي انا بحبها اللي جيبها اللي وسطها البسكوت الويفر اللي ولادك بيحبوها. اصابع الشوكولاته اهو، اجيب باكو من اصابع الشوكولاته ده واكسره كده واحطه فيها، واحط عليه كوبايه لبن، واحط معلقتين من الكريمه ومعلقتين من الشربات الخفيف، واروح جايباله فانيليا اسانس ومعلقه من صوص الكراميل، واروح جايباله ايس كريم شوكولاته برضو يا حسني. يبقى عندك ميلك تشيك بطعم الفانيليا بطعم الشوكولاته بطعم اصابع الشوكولاته. احتار واختار زي ما انت عايز يا حسني. وادي الايس كريم اهو، بيقول لك يا تركاته يا حركاته يا تفاصيله يا عم حسني. يا جماله يبقى ده بتاع اصابع الشوكولاته برضو بعد ما ادينا له التلج. يا جمالك يا حسني يا تركاتك يا تفاصيلك. دي اصابع الشوكولاته اللي جواها بسكوت. الكثافة عاملة ازاي سموسي ازاي عشان التلج اللي داب.